مدى تقول لدي قط وأريد التخلص منه ولكنه يأكل طعاما خاص، فهل إذا تركته في الشارع يكون علي ذنب مع العلم إنه مفيش حد راضي ياخده؟ يمكن أن تدربيه قبل أن تتركيه في الشارع، يعني تخرجيه خارج البيت يوم واتنين، هيظل يجي ويروح، فتقدمي له الوجبة اللي انت معودة عليها مرة كل يوم بدل ما كنت بتقدميها له مرة كل ثلاث مرات في اليوم مثلا، فيبدأ يتعود انه هينزل وانه هياكل من الشارع وانه هيعيش في الشارع وهكذا. ثم بعد ما تدربيه فترة اتركيه والله يتولاه.